السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ النهارده معانا طريقه الحصول على نت سوري على 500 جنيه رصيد تستخدمهم في النت او في دقايق زي ما انت عايز، او تحولهم لاي شبكه، تحولهم لاي حد من صحابك، او تحولهم لسنتر وتاخد حقهم 500 جنيه رصيد فما فوق. هي الطريقه مش ينفع اقولها في مقطع الفيديو عشان هي مساله قانونيه، فانت تاخد الطريقه كتابه. انا مجرب الطريقه ديت على 6 شرايح فودافون، 2 ليا و4 لناس صحابي، كلهم نفعوا وكلهم انضاف لنا الرصيد وكلهم اتعاملنا زي كده، فانا حبيت افيد الناس. بس تاني حاجه طريقه التحميل، ازاي تحمل ال الملف اللي انا هسيبه لك اللي هو PDF اللي انت هتقراه. اول حاجه هتدخل على الرابط اللي انا سيبه لك تحت الفيديو، هيحمل معاك كده بالظبط. هتدوس على انا لست روبوت، او لو باللغه الانجليزيه برضه هتدوس على انا لست روبوت باللغه الانجليزيه. هتسيبه لما يعمل علامه صح، هتدوس على كلمه اضغط هنا للاستمرار، كليك هير تو كونتينيو. هيقول لك ربطك جاهز بعد 9 ثواني، ده عداد. احنا طبعا هننتظر لما يخلص عد. 4 3 2 1 0، اضغط هنا. تمام، هتدوس على كلمة الغاء، يعرض جيت سيريال كذا، هتدوس على الغاء مش موافق. تمام، هتدوس على كلمة كونتينيو هنا على طول. سوري، يظهر لك اعلان زي كده وهتطلع منه، ترجع تاني جيت سيريال، هتبص فوق، فوق هنا هتلاقي ايه، بليز ويت، وفي عداد كده 2 1 0. اول ما يقول لك كلمة سكيب اد، طبعا كلنا بنعرف نقرا انجليزي الحمد لله، هتدوس عليها. معلش بس هو التحميل رخم شوية، بس هنعمل ايه بقى، لازم تبقى كده عشان انا ما ينفعش انزل فيديو زي ده. تمام، طبعا عندما توصل هنا هتدوس على كلمة تحميل مجاني. Congratulations. تمام، الملف اهو، ثواني بس اما الرابط يحمل. تمام، هو بيعد كده. انا لست برنامج روبوت. وبعدين هندوس على كريت داونلود لينك. تمام، بقول لك ايه، ثواني ثواني، الرابط هيبقى جاهز. اكليك تو داونلود، اول ما تظهر هندوس عليها، ده اعلان هتطلع منه على طول عشان مش يتعبنا كتير. هندوس على كليك تو داونلود، تمام. هل تريد تنزيل الحصول؟ يبقى احنا نزلناه مرة. تمام ماشي، ممكن ننزله تاني، تنزيل ونشوف تم التنزيل. تمام، تعالوا بقى نفتح الملف اللي احنا نزلناه اللي هو ده ونشوف. طبعا الكلام واضح ومش لازم نفسر، كل واحد بقى يقرأ الملف على الموبايل بتاعه. تالت حاجة، جات لي شكاوي من الرابط اللي انا نزلته اللي هو ده، اللي هو رابط شركة الاتصالات اللي انا معدل عليه، ان هو يديك 100 ميجا، مش يديك اي عرض من دول، يديك 100 ميجا وتقدر تجددهم ل 50 60 مرة في اليوم براحتك.
ناس كتير قالت لي ان الرابط ما بيشتغلش، ان الرابط بدخل عليه فبيقول لي لينك نوت فاوند، اللي هو الرابط مش موجود. فانت كل اللي هتعمله يعني، هو بيبقى واخد مثلا 100 ميجا قبل كده، يجي يدخل على الرابط يقول له لينك نوت فاوند. كل اللي هتعمله هتطلع على اتصال البنات تقفله وبعدين تفتحه تاني، وتيجي تعمل اعاده تحميل للرابط كده كده بالظبط. هو المفروض يديك كده باد ريكوست، تمام. هتعمل ايه؟ اهو اتصال البنات، وبعدين هتفتح اتصال البنات تاني، تمام. اول ما يحمل معاك هتدوس على اعاده التحميل بتاعه الموقع. سوري لسه النت مش جمع كده، حمل معايا تمام. دي المشكلة الوحيدة اللي كانت في اللينك ده، في تمام في اللينك ده. وهنزل لكم اللينك ده تاني معايا، وهنزل برنامج مية اتصالات معايا مرة تانية، وأشوفكم على خير في حاجة جديدة إن شاء الله. تصبحوا على خير.